حاضرة معاه دائما. وإنسان يتكلم يعني كلمة الحمد لله وكلمة بسم الله وكلمة ربي يبارك وربي يتم والخير، هذه دائما كانت جامي ما تقطعش من فمه. كان كأب كان حنين بزاف، كان عطينا صفة أب يعني حق يعني صح، كان يحبنا في ثلاثة ما كانش يدير هذا فرق ما بين هذا وهذا، كبير الصغير كان يحبنا كل. كان هو ممثل المنطقة رقم واحد في الأغنية الشاوية يعني، اللي كان عطاها دفع قوي جدا. تفكروا الفرحة تاعو، البسمة تاعو، الحيوية اللي عنده، إنسان طيب. حاجة اللي نشفع عليها مليح مليح في وقوف عرفات، يعني كيش كان يدعي، كيفاش كان يبكي، كيفاش ما نيش عارف، شغل كان حاس بلي راح يفارق الدنيا هذه. إنسان ما نجمش نعبر لك اسمه، إنسان مرحم، إنسان حنين، ما نجمش نوصفه لك اسمه، إنسان مدين. كان إنسان مولا خير بزاف، يدير الخير وعمره ما يتكلم به، فهمتني. وكان بزاف إنسان حنين، يعني كان يتعاطف مع الناس ويدير الخير، بالك أنا عشت معه ونعرفه مليح كيفاش الخير اللي كان يديره. احنا جزائريين، فينا الحرارة، فينا الدم، فينا كل شيء، مؤمنين بالاجتماع والخير، هذا ما يبدأ بينا نسمعوها ونستفيدوا بها. شكرا. الثاني عشر أوت 2009، الساعة الخامسة مساء. أنظار الجميع متجهة إلى ملعب الخامس جويليا بانتظار المباراة الودية بين الفريق الوطني الجزائري ومنتخب الأوروغواي في إطار تحضيرات الخضر الخاصة بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والعالم. يسابق الجميع الزمن لأجل الوصول قبل بداية المباراة، ثم يتناقل الجميع خبر وقوع حادث مرور مروع. يتوقف الكثيرون غير مصدقين، ينتظرون قبل أن تنقض جبال الأوراس لهم نعيها في فقيدها وابنها البار علي نصري أو الفنان كاتشو. كاتشو الذي غادرنا فجأة في عز شبابه، كاتشو الفنان والإنسان، ابن الأوراس الأشم، سطع نجمه منه ورددت جباله الشامخة صدى صوته القوي، صوته الشجي وعيطته الشاوية الخالدة. هو ابن الأوراس، منها انطلق، غنى فيها ولها، غنى للوطن، للجزائر، غنى للحب، للعائلة، للأمل، للوحدة، للجمال، غنى لليتامى والمجروحين ورافق أفراح الكثيرين. قدم سنوات شبابه للأغنية الجزائرية عامة وللأغنية الشاوية على وجه الخصوص، سفير الأغنية الشاوية، زعيم الأغنية الشاوية، عملاق الأغنية الشاوية وغيرها كثير من الألقاب التي أطلقت على هذا الفنان الهادئ. فنان أعطى للأغنية الشاوية حياته وأعطته مجدها وعرشها الذي لن يعتليه أحد بعده. بكته مثلما تبكي الأم فقيدها، وضمته أرض الشاوية في حضنها إلى الأبد. هو الذي لم يعشق أرضا سواها. الحرة الشاوية الليبية، حبك راهش كيف الدهية البرشاني، هذه مدة بالصبرية هي البنية، تقطع خبرك دا من جاي يخبرني.
مرعد يا حنفوفية هذا صهرية سرش عودك كانك خوياي والحقني يا الحرة الشوية انتي اللي بيا حبك راهز كان في القاية البرشاني يا ذي مودة في الدبرية هي البنية تقطع خبرك لا من جاية يخبرني كاتشو أو علي نصري وهو اسمه الحقيقي من مواليد 15 أبريل سنة 1963 بدائرة المعذر بولاية باتنا ينحدر من عائلة محافظة عرف عنه منذ صغره حبه للغناء والتراث الشاوي الذي ظل محافظا على طابعه الأصيل والجميل مع إضفائه لمسته الخاصة التي جعلته مختلفا عن كافة أبناء جيله ومن سبقوه ومن سيأتون بعده كاتشون عرفوه كان متأثر بعيسى الجرموني ما كانش فنان شاوي اللي ما تأثرش بهذه المدرسة العريقة بالنسبة للتراث الأمازيغي في منطقة الأوراس وما في نفس الوقت دخل لهذه الفرقة التزيري في سنوات 1986-87 زاد كان ينشط فيها ويغني نجم نقوله في 1985 كان تلقى بشاعر وفنان كبير هو اللي هو عيسى إبراهيمي في دار الثقافة واقترح عليه يعني كلمات أمازيغية جميلة هذاك الوقت كما متوسى مثلا اللي راح يغنيها من بعد في 1989 في هذه الفترة 1989 كاتشو أو علي ناصري الاسم تاعو الحقيقي من مواليد 1963 حاول يعني باش يغني ويكمل ويواصل مشواره بين هذه الأجيال اللي سبقوه سواء في الأغنية العصرية أو التقليدية وفرض وجوده نهار كان عنده فرقة واسمها إيثري بين 1989-1990 من بعد كما قلت 1989 يعتبر أول ألبوم لخرج الوجود بالكلمات محضة جميلة أمازيغية شاوية كما نقول إحنا يا العنوان تاع الألبوم أغوجيل أو اليتيم البابور يروح يروح وكما قالوا كان عنده شرف كبير بأن إذاعة الجهوية لمدينة قسنطينة هي اللي بتت أول شريط تاعو ودات استجواب في نفس السنة في 1989 كان في عمره 25 سنة فقد طبع الأغنية الشاوية بطابع خاص حافظ فيها على أصالتها وروحها وأدخل عليها روح العصرية من خلال إدخال طبوع أخرى عليها وآلات موسيقية حديثة في سبيل تطويرها وإيصالها إلى العالمية والانتشار الذي كان يحلم به دائماً وهو ما تحقق له فعلا حيث سرعان ما ذاع صيته واشتهر لا على المستوى الوطني فحسب وإنما حتى خارج حدود الجزائر في تونس والمغرب وليبيا وفرنسا وغيرها كما كان يطمح إلى إيصال الأغنية الشاوية إلى بقية الدول العربية الشقيقة بهذيك الشهرة حتى التلفزة الوطنية ما نساوهاش بلي درت له بعض الكليبات اللي بتتهم الإذاعة التلفزة الوطنية من الأصوات اللي حاولت يعني تبرز صوتها في الساحة الفنية الجزائرية حاول يعني دار مجهود تاعو كان في الشباب تاعو كان يتمنى باش يكون نجم وسمى إيثري كاتشو وبالأمازيغية إيثري هو النجم ووصل المرغوب تاعو باش يوصل يعني إلى هذا النجم اللي راح يضوي أرجاء الوطن وراح يقولوا يفرض وجوده في الإعلام في الجزائر خارج الوطن
وكان يعني شاب طموح وشاب كما يقولوا يقدم، وكذلك كيكون يعني فوق المنصة يعني يغني بالوجدان، حتى أنا تنسبه باللي العرق يسيل منه ويرفع صوته، عنده قدرات صوتية كذلك هائلة، وغنى كل الطبوع الموسيقى أو طبوع منطقة الأوراس من خلال قدرات صوتية مميزة. عيطة تاعو الشوية بقات يعني مميزة، وبقى مميز في الموسيقى الوطنية والأغنية الجزائرية بصفة عامة. كان هو ممثل المنطقة رقم واحد في الأغنية الشوية، يعني اللي كان عطاها دفع قوي جدا. وكاتشو غنى في فرنسا، غنى في بارتو، في شرف الأغنية الجزائرية وعطى لها نظرة جميلة الأغنية هذه، خاطرش مثل أغنية حقانية تاع الشوية. كي تقول عيسى الجرموني تقول كاتشو، يكذب عليك، واحد ما يقدر يخلف كاتشو. كاتشو ما يخفاهمش، كان دائما هو اللي طور الأغنية الشوية ووصلها للعالمية. عباك باللي بارتيسيبا بالأغنية الشوية في عدة حفلات دولية، وحتى وانا حضرت هنا مرة كان غنى في حفل، وكان معها كان المطرب اللبناني ولي توفيق. حتى ولي توفيق جاء في ليسيتاه وقال له نتمنى ولو كان ندير معك ديو بالاغنيه الشاويه باللهجه تاعكم الشاويه. اعطى وزن واعطى طابع للاغنيه الشاويه والاغنيه الجزائريه، والدليل على ذلك يعني كاتشو الناس كل تسمع له في الدار ما فيهاش احراج، واحد ما يتحرج يسمع له في الدار مع المراه نتاعو ولا مع الاولاد نتاعو ولا مع العائله نتاعو، كامل تسمع الكاتشو لانه الكلام نتاعو نظيف، وحتى تقريب المواضيع اللي غنى عليها اكل مواضيع اللي مواضيع اجتماعيه اللي تقيس المجتمع كامل، مش يعني المواضيع اجتماعيه والله وطنيه والله، لانه كان انسان عايش في المجتمع. في الشاويه كان يحب عيسى جرموني بيان سور، ما كانش دي شونتور تاع الشاوي برسك يعني قبلوا يسمى بار عيسى جرموني اللي كان لا شونسون الشاوي، وشكون اللي وصلها كاتشو يسمى خرجها لتونس للمغرب سمعوها باردو. بسمى كاتشو ست شونتور كيما تقول انت يسمى معروف على مستوى الوطن، وهو اللي يسمى طلع بالاغنيه الشويه، هو اللي طلعها. تلاقينا في يعني عده حفلات وعراس وداخل الوطن وخارج الوطن، يعني كاتشو الله يرحمه كان يعني فنان بمعنى الكلمه، هو يعني اللي كان حامل الاغنيه الشويه، ويعني أغنية فاميليال. لو كانت تفهميني وتحاسي بهوايا أنطير بك عمري وناديك معايا، لو كانت تفهميني وتحاسي بهوايا أنطير بك عمري وناديك معايا، أيوة قل قل يا وهي ما تاوايا وهيك جات تسواك بداية كاتشو الفنية كانت حسب من عرفوه ورفقوه في مسيرته الفنية التي فاقت 20 سنة، بدأت سنة 1987 حيث أصدر ألبومه الأول بابور اللوح، ثم ألبومه الثاني نوارة الذي حقق نجاحا جماهيريا باهرا فتح له أبواب الشهرة واسعة، وواصل تألقه ونجاحه بعدها حيث قدم العديد من الألبومات الناجحة والمتميزة التي جعلت الأغنية الشوية مطلوبة في كل وقت وفي كل مكان من طرف العائلات الجزائرية. في 1991 بدأ كذلك صدر له شريط آخر معروف أنوارا، من بعد كذلك صدروا الشريط الثالث بأغنية معروفة بكلمات جميلة تكريما للفنان القدير الرحيل عيسى الجرموني اللي تحمل أمتوسة من كلمات عيسى إبراهيمي اللي كان صديق تاعو وكذلك ابن المنطقة باتنا. هذه بصفة عامة عن هذا الفنان يعني اللي جاب مشوار وجاب جديد فيما يخص الموسيقى. كاتشو اسمه نعرفته في الثمانينات لزاني كتربا في لي ديبي نتاع لا كارير تاعو،
الثمانينات لا بروميير شونسون اللي خدم معايا نوارا. نوارا دارت سكسي في هذاك الوقت هذاك، وبقى الاستمرار تاع الخدمه بيني وبينه، وكان دي كونتاكت مع بعضنا، كان حوايج اللي نخدموهم كوليكتيف مع بعضنا. لي تام تاعو ثاني ساعات هو اللي خيرهم ساعات. انا اول اتصال تاعي مع كاتشو الله يرحمه، اول معرفه تاعي انا كنت في فرنسا، كنت خدام في واحد الاذاعه محليه، اي كنا نعقبوا دي زيميسيون هكا سوفون سامدي سوار. Et le chanteur le plus, on va dire, à l'époque, le plus demandé, c'était Kacho, la Yarhamo. Et c'était comme ça que je commençais à m'intéresser à lui. Il a produit le premier spectacle en France, à Besançon. Et il a produit le premier spectacle. عرفته كفنان، ومن بعد ولا كصديق، ومن بعد العلاقات طورت بيناتنا حتى ولات علاقه عائليه وكل شيء. خدمنا لميما، خدمنا همي همي، خدمنا تاع باب الواد، خدمنا دير الخير هادي دير الخير ونسى دير، خدمنا الدرني سيتي هز عيونك. هز عيونك راهم شافوا فيا، هز عيونك راهم شافوا فيا، يا وراسك عيا ودي ما دريت عليا، والعمى صاحبي زيدي عاوديا. هز عيونك راهم شافوا فيا، هز عيونك راهم شافوا فيا، يا وراسك عيا ودي ما دريت عليا، والعمى صاحبي زيدي عاوديا. الشيء اللي قدموا علي ربي يرحمه كله نجح، دار بزاف لي سوكسي، باسكو كاين مواضيع لانه هو عاشهم وانتق بهم، هذاك وصل الميساج تاعو للناس للشعب تاعو للبيبليك وكذا. مثلا همي همي دارت سوكسي كي العجايز كي شيوخ الناس قاعد تسمعها. همي همي جاني ندم ما نظلمش الناس، عييت متخبي نعمر قلبي، أنا قلبي حساس. من خلال أغاني نقول باللي إنسان حساس وشخصية راقية، اللي سمى صوته يعكس، صوته يعكس أحاسيس وجدانية، أحاسيس مداليش وش نقول أنا، يعني صوته كان انعكاس لوش كاين لداخل ولوش يحس به. أنا أحب أغنية عندي اللي عندي يعني كون نلقى يعني ديما نسمعها تا وين نصد وين نروح. هذيك يعني على عمري نبكي.
صد ونروح ديك الهربة يا ربي يعني هذيك الغنية هذيك تسمع مش غير أثرت فيها ونحبها بزاف يعني سيرتو تسمع هو كي تخرج من عنده طريقة ما نجيمش نقول كيف يعني عنده واحد التعبير واحد الحنانة كحنانة يعني صح وين صد ونروح الهربة ربي سبحانه. أنا نحب أغنية قديمة تاعو هي الغيرث الغيرث يقول فيها أسيف ومي إكبرة كيني غياب اللغة أنا مزيغية بالشاوية هذه كنت نحبها أغنى عليا وأنا كي زدت ذاك ولو العام تاعي في 1991 هذه هي الأغنية اللي دارها اللول. وكان لأداء أغانيه باللغة العربية مع الانطلاق من الموسيقى التراثية الشاوية فضلاً كبيراً في انتشارها السريع بين الناس ودخولها قلوبهم وبيوتهم. سقسيت وأنا واحد النهار قلت له قبل الحجة قلت له علي بس كان أنا عيط له علي في الدار قلت له علي انت علاه غنيت عكتت وليت غني بالعربية قال لي بالكلمة هذه سي عبد المجيد نشفى لها مليح مليح قال لي سي عبد المجيد قال لي باش تغني شاوية ديما 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 ما كانش منها تسمى تريا غير في الريجيون تاعك إيه الفو ميو تغني عربية شوي شاوية شوي عربية باش تاكسيبتي الناس الناس يعود يحبوك الناس يعود يشتيوك يعطيوك قيمة يقدروك بيان. وفي 1994 1995 نصيبوا باللي يغني ما بين الأمازيغية النص أمازيغي ونص بالعامية الجزائرية حب يعني من خلال هذا الازدواجية حب يوصل رسالة للناس اللي يفهموا الأمازيغية والناس اللي ما يفهموش من خلال كلمات عربية ومازيغية. من بعد بدا يتخلى على النص الشاوي ورجع يغني بالاغاني بالعاميه الجزائريه ومن ضمن الاغاني اللي خدات شهره في هذه الفتره الاغنيه بنات عمي ولا اغنيه الاخرى اللي كانت همي هو ذمي معروفه مثل الشعبي اللي هذه الاغاني مثلا اللي خلى الشهره تاعو توسع على يعني على عبر التراب الوطني وكذلك بقادم في الجزائر يناضل ويغني بالكلمات الجميلة من أجل الوحدة الوطنية من أجل السلم والتضامن الاجتماعي في المجتمع الجزائري بصفة عامة. هو كان خفيف الظل يعني اللي كان إنسان عنده واحد تبسيمة خفيفة والظل تاعه كان خفيف كان مقبول جدا يعني الناس كل يطلبوه وكان مهما تكون مشاكل اللي كانت عنده ولا صعوبات ولا كان ديما يقابلك بالتبسيمه ولا كان ما يظهرش يعني المشاكل تاعو البرا ولا كان ديما متبسم. كنا نسمعوا حبلات كان يحييها يعني شيء جميل جدا كانت عنده شعبيه كبيره خاصه انه كان مشهور بالاغنيه الشاويه اللي عطانا الطابع العصري اللي كانت كل الفئات كانت تسمع جبب بالأغاني ديالو
يعني هو الفن تاعو حب ينمي الفن الشاوي وباه ما يموتش وما يندثرش بالطريقه المودرن حتى الشباب يحبوه ويلتفوا معاه. القلوب كل كانت مع كاتشو، كان كي كما نقولوا شرفنا كي قدم حفلات وشوفوا على شاشه التلفازه، وكان يعني بطريقه سهله، والفن تاعو يعني ما كانش يعني فن مش مليح ولا لا، كان فن راقي جدا. ترك كاتشو بعض المشاريع الفنية الهامة والجميلة التي لم يمهله القدر لإنجازها، منها أغنية عن الأطفال المعاقين كان من المنتظر أن تتناول مآسي ومعاناة هذه الفئة في الجزائر. كان الترافاي ثاني اللي خدمناه، ستين ترافاي اللي خدمناه مع وجدناه أنا سما غنايا على لي زونديكابي، أب وبنت وهنديوب سما يغنيو مع بعضهم، واش يحس الأب بنته كي تكون هنديكابي، واش تحس الطفلة بها كيف تصبر باباها وكذا. هذا سما تعبنا فيه ياسر، خدمناه مازال ما كملناش، سما مكواه وكمل سما مازال ما سجلوش. هذا هو سما كان بروجي عنده، كان من بين الأغاني عنده كان مواضيع تاع الموضوع اللي كان مركز عليه كان تاع الحراقه. على بالكم باللي هو كان انسان كان يحب بزاف بلاده، معظم اغاني كان يغني بزاف للوطن وكذا، ومن بعد كي يسمع هذه تاع الناس تحرق واللي جناد يروحوا شغل، هو تقاس بهذا الموضوع هذا، لهذا اللي كان معول وكان ديموندا الاخر كاتب الكلمه تاعو قال له تحضر لي، وكانوا في تحضير تاع البوم كيما هذا تاع الحراقه، وكان عنده مشاريع تاع ملحمه ثاني كان موجودها وكان يبريباري وهكذا، وما كتبش ربي. كثيرا ما كان كاتشو يختار كلمات اغانيه ومواضيعها، فقد كان فنانا حساسا رومانسيا يتالم لالام الناس فيغني عنها من وجدانه ومن اعماقه، فتصل رسالته واضحة هادفة. هو حساس، كاتشو حساس ياسر، كانوا مواضيع اللي خدمتهم له يسمع له على حسابي يسمع له، هو اللي يطلب مني باش نخدمهم له. كان يحب بزاف العمل تاعو، وكان قبل ما يسمع الناس كي يهبط هنا الجزائر يجيبهم يقول لي اسمع شوف اختار الاغنيه اللي تعجبك، ومام اذا كان هو مبازي على ان شونسون واحده اخرى ولا كان كي يلحق لعندي يقول لي شوف اسمع ولا اللي تعجبك نخدموها. كاتشو ما كانش يسمع يغني اغنيه بلا ما يخلي لمساتو، حتى ويقتبس من التراث، حتى عنده اللمسه نتاعو يضيفوها لمسه خاصه تاعو هو. اخويا اخويا كواني الحاجب والعين، انا عمري قلبي يعشق الزين، انا غزالي غزالي منو ما كان بيه، انا زهري زهري مالو لاقي المسكين، انا اخويا اخويا كواني الحاجب والعين، انا عمري قلبي يعشق الزين. لم يكن كاتشو فنانا ناجحا فحسب، استطاع بفضل نظرته المميزة وروحه الإبداعية الخالصة ورغبته الجامحة في الخروج بالأغنية الشاوية إلى فضاءات أوسع وأرحب، جعلتها من الطبوع الغنائية القوية والمطلوبة في الجزائر
وخارجها، وإنما كان فنانا بكل ما للكلمة من روح ومعنى. يا رواح يا شوفك تهنا ونعود يود ساهية، يا وهوى ونعود يود ساهية، غيرك كنتي نداء بجراحية يا ربي. وإنسانا قل مثيله، كان يكفي أن يتواجد أي كان بقربه ليشعر بالأمان، بالثقة، بالحب، بالألفة والسلام. هي شهادات كل من عرفوه وعاشروه وأحبوه من فنانين ومسؤولين ومواطنين، من عرفوه عن قرب، ومن كانت ابتسامته التي لم تفارق محياه يوما سببا في امتلاكه قلوبهم. ما نقدرش نوصف اللي كان عنده التعامل مع الناس، ما نقولش متواضع، طري 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 سامبل، يعني ما حنين، يعطف على الناس، جامش تتكبر على واحد، يتلاقاه يهضر معاه يعطيه كارو، يقصر معاه يحكي معاه، يصدق على الناس، حبيب الناس. هو معروف بلي إنسان يحب الفقراء، يحب البساطة، يعني هنا في بلادنا معروف بزاف بزاف، الناس كل تحبه. كاتشو هذا أخويا ما شاء الله، كاتشو هذا بوي القليل، كاتشو هذا بوي القليل، وين وين ديرو تلقاه كاتشو، يعني قاض الناس كل، قاض الناس كل، حبيب الله، حبيب المسكين، وين يلقاك يا خويا هاك واسحق هاك شد. تواضع جدا جدا، هو يعني ابن عائله، يعني ما غراتو، ما غروش الفن ولا غراتو الشهره ولا بقى، هو هو مع الناس كل تحب بهذه الصفه هذه على جد، ما تغيرش، ما كانش ما تلقاش زوج يختلفوا على كاتشو، يعني والله العظيم، يعني هو بلا ما تعرفيه في المحيا تاعو هكا في وجهه يبان، بلا ما تعرفيه ترتاحي ليه، نتعامل معايا مليح، ما يضربنيش، كنت معدل تحت 6 يقول لي نار، يقول لي مرجع يدي مليح ما يضربنيش، يعني كان حنين. هاي كنت اروح معاه لدار العجازة، كانت عائشة تقول له جيب لي هذيك هذيك هذيك، احنا غدوا نروحوا نجيبوا له هذيك الحاجة. كنت نروح انا وياه، انا وياه وشي ما نروحوا دار عجازة نشريوا لهم، يروحوا لي وكل لهم مش حلم يدير لهم كلش. ليعود للخير وانسى، وإذا درت الشر تفكروا، هو بين وبين مولاه، وانت أجرك لله لله. كانت الميل كطالب كانت فيه سمات وميزة تاع تلميذ وطالب تاع خير تاع تضامن تاع يشتي هكا الاحتكاك مع الناس، يشتي يطلع على وضعية الناس، يشتي هكذا ويحس بظروف الناس. كيقول لك كاتشو، كاتشو سي تان تيب انسان وليد فاميليا وما نعرفوا عليه غير الخير، والفنانين كاع يشهدوا عليه، وانسان طيب يحب الله سبحانه وتعالى يكذب عليك. مع الفنانين كان محبوب، كان يحبوه، واللي ما يحبش كاتشو ما كاش منها هذه. شوف مين نجو هنا ونخرجوا، ولا جميع الفنانين يتلاقى به، ولا علاقته طيبه مع كاع الفنانين، ما من اللي ما يحبوش يحبوه هو، فهمني، هو ما كانش عنده اللي ما يحبوش، ما نظنش، لانك شوف كي تعرف كاتشو وشنو هو في كيفاش العقلية تاعو، يعني تولي تحبه بصفة عليك كإنسان وكصديق وكإنسان اجتماعي، يعني فيه من المزايا من الخير ما يغطيه. عرفت عليه أنه إنسان خفيف، نظيف، ظريف، كريم، يجمع أكثر ما يفرق، عنده التبسيمة تاعو هذيك حاضرة ديما، il était comme on dit tout le temps il fait de l'ambiance et de la convivialité, il est très aimé, très apprécié par tout le monde, que nous n'aimons les jetiwa surtout les familles, يعني كان انسان محبوب بزاف عند العائلات وكل شيء.
كنا تقريبا مدة تقريبا 15 سنة والله 16 سنة ونعرفه يعني والله ما شاء الله يعني في الأخلاق في القمة وخاصة علي يعني تطور بالجانب الفني نتاعو حتى في العلاقات الاجتماعية نتاعو والسلوك نتاعو خاصة من سنة 2000 2001 2002 لما تعرض لواحد المرض هكذا ومن بعد خرج هذاك الألبوم نتاعو تاع همي همي هذيك كانت نقطة تحول في الحياة نتاعو الشخصية يعني وين ولا إنسان يعني محافظ على الصلاة على قراءة القرآن حتى وفق ربي أدى الفريضة الركن الخامس من الإسلام اللي هي فريضة الحج. هو قبل ما يحج كان يسمى كان إنسان لا إنسان مؤمن إنسان ماديا قبل ما يحج مش حتى كيحج باش ولا هو من بكري كان يسمى إنسان يحب الناس كل دار الخير في الناس كل الناس كل يشهدوا له بالخير. احنا زملاء كنا هكذا الحق كي نشوفوه نفرح كي يشوفني يفرح الله يرحمه وين استحبيت وانا عليه الله يرحمه كي حجينا كيف كيف يعني الشهر وحنا في الحج كيف كيف يعني حبي يقول كنا نصلوا مع بعض درنا المناسك مع بعض ناكلوا مع بعض نشربوا مع بعض نمشوا يعني رجلي ورجلو كان وين ودنا صباح باش نروحوا للفجر احنا نرقدوا قبله بعد ما نصلوا العيشة وكذا ونجوا انا شحال من خطره تجيني الفطنسي بو يقرا في القران يقرا في القران ودي فوا يبكي يقرا ويبكي الله يرحمه برحمه الله وانا دي فوا نقول له عليه يرقد خلي لا لا يقول لي يا اخويا لا لا من بعد نرقد من بعد نعاود نزيد نفطن عاود نسيبو مازال يقرا في القران وحنا نرقدو قبلو وهو ينوض قبلنا وينوضنا قلنا يا داك هو داك هو يبدا وكذا وكذا والله يبارك ناشط الله يرحمه كان ناشط بزاف واش نقول لكم يعني كنت شوف يعني سرتو حاجه اللي نشفع عليها مليح مليح في وقوف عرفات يعني كيش كان يدعي كيفاش كان يبكي كيفاش ما نيش عارف شغل كان حاس بلي راح يفارق الدنيا هذه وكان كي تشوف في وجهه تفيق بلي عليه الله يرحمه وكان هذاك الصوره اللي كنت نشوفه فيها يعني يحب يقول الدنيا هذه ما كان والو الدنيا هذه راني دركا في وقوف عرفات وهذه هي المناسبه تاع اللي لازم ندعي ربي سبحانه هذو كان يبروفيتي الماكسيموم كان يدعي من قلبه يبكي ودا ودا هو كاتشو قبل الحجه هو كاتشو بعد الحجه لانه ما سمى الحج تحصيل حاصل لانه كاتشو انسان مصلي انسان يخاف ربي انسان تاع خير انسان تاع سمى الحج زاد رسخ فيه هاد الحوايج هادو لا اكثر ولا اقل الحمد لله كي الناس كلها تشهد عليه بالخير والناس كلها تذكر به في الخير كيما احبابه واصحابه الفن هم يشهدوا عليه بالخير وكلهم يذكروا به في الخير بابا كان فنان كاي الفنانين كان يحب يدير الخير كان انسان مؤمن كان ديما حاكم صلاته كيما كان يقول لك عمو مراد كان هو اللي ينوض يصلي كيما كان في الحج كيما كان في الدار كان ديما صلاة الصبح ما يرقدش من صلاة الصبح كان ديما يقرأ المصحف بصوت مرتفع عين التوتة 12 أوت 2009 الخامسة والنصف زوالا سيارة زرقاء اللون سرعة متوسطة محاولة تجاوز الشاحنة وسيارة مسرعة تتجه بسرعة إلى السيارة الزرقاء تصطدم بها بقوة لم يبقى من سيارة كاتشو إلا هذا الشكل يودعنا كاتشو إلى الأبد كان الجميع بانتظاره وكانت الجزائر بانتظار أن يقدم لها المزيد ولكن يختطفه القدر منا يغادرنا دون وداع ويكون ضحية أخرى من ضحايا إرهاب دموي أعمى في الجزائر يدعى إرهاب الطرقات آخر نهار هو كنا احنا في عطلة في جيجل ما روحنا بنهار 3 العشية 6 العشية روحنا لحقنا هنا باتنا من جيجل غدوة الصباح بنهار اللي 4 أوت جاء فطرت انا وياه الصباح حكينا شويه على الماتش تاع الجزائر تاع ليكيب ناسيونال
ملا كان يضحك معنا يلعب فوتنا بياني فاكونس جيس روحنا غدوة الصباح هذيك في نهار الوفاة قبل نضت فطرت انا وياه نقصروا نضحكوا ونلعبوا من بعد قال لي راني خدام نطلع لفوق المزرعة ومن بعد راني نعاود نجي زاد رجع 12 كي رجع 12 انا كنت لتحت انا كنت برا وطلع للدار لي لي عاود خرج عطاني صوارد قال لي هاك اعطيه من يماك قال لي هاك اعطيه من يماك باش تشري لدار العجازه قال لي اثنين ان شاء الله باش نديولهم ها من ثم راح خرج من بعد عاود رجع الزوج هكاك ساعتين عرفت ساعتين بقى يحكي معنا يضحك من بعد هاك بقيت غير انا وياه ويما في الدار كي كلا كمل حط المغرف قال بربي ان شاء الله انا ما نزيدش ناكل من بعد خرج خبط الباب قال توكلت عليك يا اله خبط الباب خرج مع العشيه دار اكسيدون قالوا لنا بلي مات الحاجه الاولى خساره لينا خساره ثانيه العائله تاعو سيرتو العائله الجزائر كومبلي انا بالنسبه لي انا تسمى فقدت يعني انسان يعني انسان اللي كنت متكل عليه بزاف فقدان خساره الاغنيه الشهويه نقول لك يعني باش يترومبلاسا كاتشو ما يترومبلاصاش عيسى جرموني هاكا مات ما كانش واحد ترومبلاصاه اليومين هذا كاتشو واحد ما ينجم يرومبلاصيه كاين فنانين بيان سير بصح يرومبلاصي كاتشو ما كانش ما فقدتوش غير الاسره الفنيه ولا العائله نتاعو نظن فقدتو الجزائر كامله كفنان وكشخصيه يعني كان عنده وزن ثقيل جدا يعني مش انسان تافه كان انسان ثقيل وكان عنده مبادئ يعني عنده مبادئ كما نقول في البلاد هذه وكان متشبع بالمبادئ نتاعو وكان يدافع عليها نقولوا باللي فقدنا رمز من رموز الناس اللي برزوا الاغنيه الشيويه في هذا الولايه هذه وهذا بالطبع وفاة تاعو خساره كبيره للفن والموسيقى والاغنيه الجزائريه وان شاء الله يكون جيل اخرى اللي حترفد المشعل وتواصل في الابداع في الاداء الجيد بالنسبه للاغنيه الشاويه او بالنسبه للاغنيه الجزائريه بصفه عامه. هي رساله كسيله الابن الوسط للراحل كاتشو كان يرى حب الناس لوالده وتواضعه وحبه للآخرين في كل مكان يذهب معه إليه سيف الدين كسيلة وشيماء تركهم صغارا جدا راضون بقضاء الله وقدره يطلبون له الرحمة ومن كل من عرفه أن يدعو له بالرحمة والمغفرة يتفكر بابا ربي يقول له ربي يرحمه شدوا له بالرحمه ربي يرحمه ويسالح علي ستيم بارت هو واحد انسان كيما علي وعلى كل حال هذا هو مكتوب ربي كاع رايحين ما كانش ما واش راح يرحل من الدنيا هذه ونطلبوا له الرحمه ان شاء الله والله يبارك خلى ولاده الله يبارك ان شاء الله يديروا كيما علي ولا اكثر ما علي ان شاء الله ويا سعد من مات وخلى الفتات كيما يقولوا هو خلى الله يبارك الرجال وان شاء الله كيما يقولوا الله يكثر مثاله وهذه هي نطلبوا له الرحمه ان شاء الله الله يرحمه برحمه الله ونقول للناس اللي يعرفوا كاتشو مليح واللي ما يعرفوش يدعوا له بالرحمه يدعوا له بالخير وربي يعطي الصبر للعائله تاعو الزوجه تاعو لولاده والعائلة تاعو باباه ويماه وكاع اللي يحبوا كاتشو الله يرحمه في هذاك القبر الله يرحمه في القبر هذاك
انسان ما كانش مثلو اخو، ما كانش مثلو، ما كانش. ربي يرحمه وخلى خلى بلاصه فارغه بزاف، خلى الفيد. انا حتى هذا اليوم هذايا والله ما راني مأمن بان علمت، لانه اخر في النهار اللي باش يموت فيه كان هضر معايا واعطاني موعد في النهار هذاك اللي باش يموت فيه. ما نقدرش يعني، انا كان اعز الاصدقاء ليا. ربي ان شاء الله يرحمه، يرحم جميع اموات المسلمين. وندعي نطلب من الناس اللي يعرفوه ولا اللي يشاهدوا الحصه هذه ولا اللي يسمعوا ليه ولا اللي يسمعوا له عبر كافه وسائل الاعلام انه يدعوا له بالرحمه، يدعوا بالرحمه وربي ان شاء الله يرحمه ويغفر له. ونطلبوا الصبر الأهل والأقارب والأصدقاء، وإنسان خلى يعني من الخير ما يكفي، وما كل إنسان يبقى يتكلم عليه غير بالخير إن شاء الله. رحل كاتشو، ولكن أغانيه وصوره ومواقفه وأخلاقه السامية وروحه المرحة وابتسامته العذبة ستظل في قلوبنا إلى الأبد. ستبقى صيحته الشاوية القوية وبصماته واضحة على هذا الطابع الغنائي الذي سيشهد له دائما أنه كان أول من طوره وجدده وأدخل عليه الآلات الموسيقية العصرية والمقامات الغنائية المختلفة. سيذكر الأوراس دائما ابنه الذي ظل يحمله معه أينما حل وارتحل. كاتشو الذي عشق الأوراس فبادلته العشق ومنحته شموخها وقوتها وأسرارها وتراثها وأصبغت عليه بطيب عراقتها وأصالتها، فكان مثالا للفنان الذي يحتذى به والإنسان الذي قل مثيله. فوداعا كاتشو، ليتغمدك الله بواسع رحمته ويسكنك فسيح جنانه. حزني على بلادي يا خدي مجواني، حزني على البيضة كي اغزو يا الويدوان، اتجرح قلبي شفت عياني يا عيني دوحي على زيت نكساني، نبكي على ولادنا اللي ترد محيين. حزني على بلادي يا خدي مجواني، حزني على البيضة كي غزوها الويدان، تجرح قلبي ما شفت عياني يا عيني.
ثور قيده المصي وثور قيده المصاغ اي ثور قيده المصي وديوش ينسيه فرنسا وصبر يحجوج حدا ما تهيغني بلدي يبقوا به السلامة يبقوا به السلامة يبقوا به السلامة يحرمنا مهر وامان